نمو ومن شين ذا خايو. كان هناك 2209 أشخاص يعالجون كمرضى مشتبه بهم في المستشفيات، و643 شخصا يخضعون للحجر الصحي في مستشفيات الحمى. لذلك يوجد ما يقرب من 2700 حالة غير مؤكدة، ويقدر أن 45% من هذه الحالات سيتم تأكيدها. لذا فمن المحتمل تأكيد وجود حوالي 1000 حالة مؤكدة مصابة أخرى، وكان ما يقرب من 80 شخصا يخضعون العلاج في مرحلة ما بعد الملاحظة. وتوضح ظروفهم أن العلاج فعال نسبيا، وقد تم تخفيف النقص في البدلات الواقية وأقنعة الوجه من طراز N95 والنظارات. عبر حاكم مقاطعة هوبي وانغ شاودونغ عن الألم الشديد والندم البالغ تجاه القلق الذي تسبب به الالتهاب الرئوي للحكومة المركزية وبقية البلاد.